تركيا التي تربط بجغرافيتها الشرق بالغرب والشمال بالجنوب تمتلك عددا من أجمل المدن في العالم. ما يزيد مدن تركيا جمالا وتميزا أنها متنوعة ومختلفة إلى أبعد حد، من السهول إلى الجبال، ومن المناطق الحارة إلى الباردة إلى شديدة البرودة، متنوعة على مستوى السكان والعادات والفلكلور والأكلات. تعالوا يا أصدقاء نستكشف أجمل 10 مدن فيها. ربما يرى البعض أن الاختيار غير صحيح بالمرة، وربما يتفق البعض الآخر معي في عدد من المدن، لكن يمكن أن تضيفوا في التعليقات أهم المدن التي تعتقدون أنها يجب أن تتواجد في هذه القائمة، وسأضعها في الاعتبار في رحلاتي القادمة إن شاء الله. إليكم يا أحباب أجمل المدن في تركيا. في المركز العاشر تأتي قيصري، واللي تعتبر إحدى أهم المدن الصناعية في تركيا، وتقع في وسط البلاد. يعيش في هذه المدينة أكثر من 1,000,000 نسمة، وتعد من أعرق المدن في الأناضول، وتحتوي عشرات المساجد والمدارس والمواقع الأثرية البديعة والكثير من المعالم الطبيعية المذهلة، كما تعد متطورة جدا من ناحية البنية التحتية ووسائل المواصلات. ببحيرتها العملاقة وقلاعها الحجرية العتيقة وتاريخها الضارب في القدم كواحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان إلى يومنا هذا، وبثوبها الأبيض الذي يكسوها طيلة أيام الشتاء، تحتل مدينة فان بتنوعها الثقافي ومطبخها الشهير مكانتها بجدارة على قائمتنا لأجمل المدن التركية. ماردين مدينة بنكهة مميزة وتراث غني ومتنوع إلى أبعد الحدود. شوارعها عبارة عن متحف مفتوح يجذب إليها السياح من كل أنحاء العالم لرؤية الغنى الحضاري والتنوع بكل أشكاله الثقافية والدينية واللغوية، يمتزج ليرسم لوحة ذات معالم لا تتكرر. بعدد سكان يفوق 3 ملايين نسمة، تعد أزمير ثالث أكبر مدن تركيا. أزمير التي تعد إحدى أقدم مدن العالم والتي كانت تعتبر عاصمة إقليم آسيا في أيام الإغريق، تملك قدر كبير من الأهمية على مستوى تركيا، وتعد إحدى أكثر مدنها تطورا. ميناءها هو أحد أهم موانئ تصدير البضائع التركية إلى العالم، وبنيتها التحتية بمطارها ومحطات القطار والمترو والترامواي تعد من الأفضل على مستوى أوروبا. إزمير مميزة أيضا من ناحية الطبيعة وسياحية بامتياز بسبب تنوع وجهاتها واعتدال أجواءها طيلة العام. طرابزون حيث الطبيعة التي ليس لها مثيل والموروث الغني. تحتل طرابزون المركز السادس على قائمتنا، حيث تمثل منطقة البحر الأسود بجبالها وخضرتها واعتدال أجواءها خاصة في المناطق الساحلية. مباني عجيبة نحتت فوق الجبال، غابات على امتداد البصر، قرى تسبح وسط الغيوم، ومساجد أعلى من السحاب. كل هذا يعني أنكم في طرابزون. أظنه كبرى مدن الجنوب بطقسها الدافئ وشعبها المتنوع وأجواءها الشرقية التقليدية، ونهر سيحان الذي يشقها إلى نصفين فيعطيها ملامح بغدادية مميزة، وكبابها الذي يعد ماركة مسجلة باسمها، تحتل أظن المركز الخامس على قائمتنا بكل جدارة. تمتاز هذه المدينة بأنها من أكبر المدن في تركيا، بتعداد يقارب 2,000,000 نسمة، كما تعد من أدفأ المدن صيفا وشتاء. مسجد سبانجي في قلب المدينة يعد ثاني أكبر مسجد في تركيا. في المركز الرابع أنطاليا. ملايين السياح اختاروا هذه المدينة كوجهة ثابتة، والسبب جمال شواطئها ودفء أجواءها وتنوع طبيعتها ونكهتها المتوسطية المميزة. أنطاليا مدينة مترامية الأطراف، محاطة بجبال طوروس الشاهقة تشتهر بشلالاتها وأنهارها، وتشكل مع ألانيا التابعة لها إداريا إحدى الوجهات الأشهر والأكثر اكتظاظا بالسياح على مستوى العالم. في المركز الثالث بورصة. بورصة الخضراء العاصمة القديمة للعثمانيين والتي تحوي قبور سلاطينهم الأوائل، المؤسس عثمان وفاتح المدينة أرهان بن عثمان. إحدى أكثر المدن خضرة وجمالا على مستوى الطبيعة، وإحدى أكثر المدن المحافظة على مستوى تركيا. تشتهر بورصة بمساجدها الكثيرة والعريقة، وأهمها أولو جامي الذي يتوسطها، كما تشتهر بأسواقها الغنية بأصناف السلع التقليدية. تحيط بالمدينة جبال الأولوداغ الشاهقة بقممها البيضاء
وتمتلك واحدا من أعلى التلفريكات في العالم، والذي يربط المدينة بجبالها ويوفر للناظر مشهدا لا يتكرر لامتزاج الغابات بالمدينة التي تختفي شيئا فشيئا مع صعود التلفريك. تبعد بورصة حوالي 100 كيلومتر عن اسطنبول، وترتبط بها بخط بحري مباشر عبر بحر مرمرة. في المركز الثاني قونيا، مدينة مولانا أو مدينة القلوب كما يحلو لأهلها أن يسموها، أو العاصمة الدينية لتركيا. مدينة ذات طراز فريد من نوعه، التجول في شوارعها هو سير في صفحات التاريخ العريق لعاصمة السلاجقة ومركز التصوف المولوي الذي غذى الروح الدينية لسكان الأناضول لمئات السنين حتى وصلت جيوشهم إلى قلب أوروبا. قونيا أشبه ما تكون بواحة خضراء وسط الصحراء الكبيرة التي تحيط بها من كل جوانبها. يتوسطها مسجد مولانا جلال الدين الرومي صاحب كتاب المثنوي الشهير وشاعر الحكم الصوفية الملهمة والشخصية الأشهر في هذه البلاد. في المركز الأول اسطنبول أو القسطنطينية التي ظلت عاصمة لأعظم الإمبراطوريات على مدى آلاف السنين. آيا صوفيا والسلطان أحمد بعض مبانيها، تمر من وسطها البحار وتربط جسورها القارات المتباعدة مع بعض. لو كان العالم دولة واحدة لكانت عاصمته اسطنبول كما يقول نابليون. هذه مدينة أسطورية بكل ما في الكلمة من معنى. لو كنا نتكلم عن أجمل 10 مدن في العالم لما ترددت في وضعها في المقدمة، إذا استثنينا طبعا البقاع المقدسة. يكفيها شرفا أنها تحوي الأمانات الشريفة للرسول الأعظم في متحف توبكاب الشهيد.